بعد أن تعرضت مؤسسة باريك جولد لخسائر مالية ضخمة في قطاع النفط والغاز، قرر رئيس الشركة بيتر مونيك التركيز فقط على تعدين الذهب لتصبح اليوم أكبر شركة تعدين للذهب الخالص في العالم. كانت مؤسسة باريك جولد مثقلة بديون بلغت نحو 100 مليون دولار. استطاعت المؤسسة سداد ديونها خلال عام واحد فقط بعد نجاحها في قطاع تنقيب وتعدين الذهب. يقع مقر مؤسسة باريك جولد في تورنتو كندا، ولديها 4 فروع رئيسية للبحث والتنقيب عن الذهب في كل من أستراليا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب أمريكا. تنتج المؤسسة نحو 7.5 ملايين أونصة ذهب في العام الواحد، ويقدر احتياطي الذهب لديها نحو 183 مليون أونصة. الذهب أهم المعادن النفيسة وأشهرها على الإطلاق، وذلك منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، فقد فتنت معظم الحضارات السابقة بالذهب وعرفت طرق استخراجه وتعدينه، وكان لحقبة طويلة يستخدم في صك النقود والعملات المعدنية، ولا يزال الذهب يعد رمزاً من رموز الثراء والسلطة. وكان البحث والتنقيب عن خامات الذهب والكنوز القديمة المدفونة يشغل وقت الباحثين لدرجة الهوس أو ما يعرف بجنون الذهب، كما حاول بعض العلماء التجربة بتحويل عناصر أخرى إلى الذهب. أطلق على رمز الذهب الكيميائي AU، وهو مشتق من الاسم اللاتيني للذهب ورقمه الذري 79. يتمتع الذهب بمزايا عديدة زادت من قيمته وجعلته يتفوق على العديد من المعادن، فهو معدن خامل لا يتفاعل مع المعادن والعناصر الأخرى إلا ما ندر، ولذلك فهو يحافظ على صفاته النقية والخالصة لأجيال طويلة، لا يتأثر بالعوامل الجوية، فهو لا يصدأ ولا يتعرض للتلف. كما أن الذهب معدن ثقيل، وهو قابل للطرق والسحب والتشكيل لدرجة أن الجرام الواحد من الذهب يمكن طرقه وتشكيله كصحيفة ورقية من الذهب بمساحة تصل نحو متر مربع، وهي سماكة ضئيلة جدا يكاد المعدن فيها يكون شفافا. تصل درجة انصهاره ابتداء من 1063 درجة مئوية، ودرجة غليانه 2966 درجة مئوية، وهي درجات حرارة معتدلة بالمقارنة مع العناصر الأخرى ويسهل التعامل معه، وهو من أفضل المعادن الموصلة للحرارة والكهرباء. كما يتميز الذهب بلمعان لونه الأصفر الداكن وبمظهره الجذاب، عادة ما يتواجد في الطبيعة على هيئة حبيبات داخل الصخور أو في قيعان الأنهار وضفافها، أو على شكل عروق في باطن الأرض. وغالباً ما يوجد الذهب مختلطاً بمعادن أخرى كالنحاس والرصاص، حيث يمكن فصله عن باقي العناصر بسهولة، فهو لا يتأثر بأي مادة كيميائية إلا بالماء الملكي الذي يتكون من حمض الكلوردريك وحمض النيتريك، لذا يستخدم هذا المحلول في كشف الذهب. Thank you.
يمكن اعتبار الكميات الموجودة من الذهب في القشرة الأرضية محدودة جداً، وبالمقارنة مع كمية المعادن المتوفرة يأتي ترتيب الذهب تنازلياً في الخانة 75 من حيث الوفرة. قدر العلماء أن خامات الذهب تتواجد في مياه المحيطات والبحار بتركيزات تصل إلى معدل 100 جزء بالمليون منها، وبالتالي فإن نسبة هذا التركيز يعني أنه يوجد قرابة 9 بلايين طن من الذهب في تلك المحيطات، لكن تكلفة استخراجه تعد كبيرة جداً. يتواجد الذهب عادة في المناطق البركانية والصخور النارية والأنهار المحيطة بها التي تتجمع فيه رواسب تلك الصخور. يمكن رؤية بعض رواسب الذهب بالعين المجردة، ولأن خصائص الذهب لا تتأثر بالعوامل الجوية تذوب عنها العناصر الأخرى وتتجمع الرواسب الذهبية إلى بعضها البعض. كما ويوجد الذهب في باطن الأرض على شكل عروق، ولاستخراجه تستخدم طريقة المناجم المفتوحة. قد يضطر المنقبون لحفر أنفاق تصل إلى أعماق كبيرة كالتي بلغت في جنوب أفريقيا نحو 3700 متر. لم يتوقف هوس البحث عن الذهب يوماً من الأيام، لدرجة أن العديد من علماء المسلمين وغيرهم حاولوا في العصور الوسطى تحويل عناصر أخرى إلى ذهب، لكنها وصلت في النهاية إلى الفشل. بقيت هذه الفكرة مبهمة حتى استطاع بعض علماء العصر الحديث تحويل بعض العناصر الأخرى إلى الذهب عن طريق صدمها بالنيوترونات أو بأنوية ذرات أخرى أو في المفاعلات النووية، ولكن هذه الطريقة باهظة التكاليف ولا تجدي نفعاً اقتصادياً. استنتج العلماء بأن معظم خامات الذهب الموجودة على الأرض تكونت في المراحل الأولى لتكوين الأرض، وذلك عن طريق الرماد الكوني الناشئ عن انفجار مستعر أعظم. تجمع ذلك الرماد الناشئ مع المكونات الأخرى للأرض وكونت الأرض، فلا يمكن للعناصر الثقيلة كالحديد والذهب أن تتشكل إلا في حرارة شديدة كتلك التي تنتج عن انفجار النجوم في النهاية. سجلت أكبر كتلة عثر عليها من الذهب الخام في أستراليا عام 1869، وكان وزنها نحو 71 كيلوغراماً، وعثر على كتلة أخرى في صحراء كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية تزن نحو 5 كيلوغرامات من الذهب الخام. مع بداية القرن 19 اتجهت أنظار العالم مؤخراً إلى جنوب أفريقيا، خاصة بعد اكتشاف أكبر مناجم للذهب في العالم في مدينة جوهانسبرغ، وصفت بأنها حقول من الذهب داخل باطن تلك الأرض. اضطر المنقبون لحفر أطول المناجم عمقاً في العالم للوصول إلى الذهب، حيث بلغ العمق حوالي 3700 متر تحت الأرض. أصبحت جنوب أفريقيا في النصف الأخير من القرن 20 أكبر منتج للذهب في العالم، حيث بلغ حجم إنتاجها نحو 80% من الإنتاج العالمي، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. في الأعوام الأخيرة وصل حجم الذهب المستخرج في العالم بنحو 165 ألف طن متري بقيمة 8.8 تريليون دولار.
كثرت استخدامات الذهب في صياغة المجوهرات والزينة ويعرف بالذهب الأصفر، ويتم خلط الذهب مع النحاس والفضة والخرسين بنسب متفاوتة، وذلك تقاس عيارات الذهب المتعددة، وكلما نقصت كمية الذهب المضافة إلى العناصر الأخرى قل معيار الذهب. فمثلاً درجة النقاوة 1000 تقابل العيار 24، ودرجة النقاوة 875 تقابل العيار 21، بينما 750 تقابل العيار 18. يدخل الذهب أيضاً في صناعة الإلكترونيات والحواسيب المعقدة، حيث تكون الدقة العالية مطلوبة بسبب نقليته الجيدة للكهرباء، وتشكل الطبقات أو الأغشية الرقيقة من الذهب مرشحات فعالة ضد الأشعة تحت الحمراء، لذا تستخدم في تغطية مركبات الفضاء وحوذات رواد الفضاء، وله استخدام محدود في الطب في معالجة التهاب المفاصل، واستخدمت نظائر الذهب المشعة في معالجة السرطان. النيون هو عنصر كيميائي من الغازات النبيلة النادرة، والتي إذا ما أضيفت إلى مصباح ضوئي زادت من توهجه وأعطته بريقاً مختلفاً، كما أنه غاز خامل ينتشر في طبقات الجو العليا ويستخدم في ملء أنابيب المصابيح. يتمتع الغاز بدرجات حرارة معتدلة جداً، تتراوح درجة الانصهار 248 درجة مئوية ودرجة الغليان 246 درجة مئوية. يتوفر غاز النيون في الكون بنسب تقل عن الهيدروجين والهيليوم، ويندر وجوده على الأرض، حيث تسرب معظم هذا الغاز من الغلاف الجوي للأرض إلى الفضاء، لكن القليل منه بقي محبوساً في بعض الصخور. وقد اكتشف هذا الغاز العالمان ويليام رامزي وموريس ترافرز عام 1898، عندما اكتشفا أيضاً الكريبتون والزينون، وتم فصل غاز النيون واكتشافه بطريقة التقطير المجزئ للهواء السائل. يستخدم غاز النيون في المصباح الكاثودي ولمبات النيون، حيث يتسبب التفريغ الكهربائي في غاز النيون في إصدار ضوء برتقالي اللون مميز للنيون عند إثارتها بتيار من الإلكترونات. اكتشف ويليام رامزي عام 1894 الغاز النبيل الأول، وهو الأرجون. وقد فطن أنه يوجد غاز نبيل بين الهيليوم والأرجون، وأن تكون كتلته الذرية نحو 20 وحدة ذرية. كان أول استخدام للعنصر الجديد النيون عام 1910، حيث استخدمه العالم الفرنسي جورج كلود في صناعة لمبة نيون. ملأ كلود أنبوبة زجاجية بغاز النيون وسلط عليه من الجانبين جهداً كهربائياً عالياً فجعله يضيء. يلعب النيون دوراً وسيطاً هاماً في تخليق العناصر في النجوم، وهو يتكون من بعد التحام الكربون كالذي في الشمس، وترتفع درجة حرارة النجم وكثافته بعد استهلاكه للهيليوم ارتفاعاً كبيراً، وتزداد كثافته مرة أخرى، وتصبح الظروف ملائمة لتفاعل النيون، وهو يمد النجم بالطاقة من خلال التفاعلات النجمية.
نظراً لقدرة غاز النيون وصعوبة عملية فصله واستخلاصه التي تترجم في ارتفاع ثمنه بالمقارنة بثمن الأرجون، لذلك يستخدم النيون بكميات ضئيلة وتملأ به مصابيح النيون، ويستخدم أيضاً في مصابيح الفلوريسنت حيث يحدث فيه تفريغ كهربائي يثير ذراته فتشع ضوءاً برتقالي اللون مميزاً للنيون. ويستخدم النيون أيضاً في بعض أنواع الليزر حيث يخلط معه الهيليوم ويعد من أنواع الليزر الهامة. في هذا الليزر يثار أولاً الهيليوم فتنطلق منه إلكترونات تعمل على إثارة ذرات النيون. هذه الإثارة والتي تسمى إصدار المحفز تحدث للنيون عند طول موجة قدرها 633 نانومتر وتعطي أشعة حمراء، وعند 1152 نانومتر تعطي أشعة تحت الحمراء. كما يوجد نطاقان آخران لليزر النيون، أحدهما في نطاق الضوء الأخضر عند طول موجة للأشعة 543 نانومتر، وآخر تعتبر موجته طويلة تصل إلى 3391 نانومتر. عنصر الأينشتاينيوم عنصر اصطناعي في الجدول الدوري، ويرمز له بالرمز ES ورقمه الذري 99. ينتمي إلى خانة الأكتينيدات في جدول العناصر. ينتج عنصر الأينشتاينيوم بواسطة قذف البلوتونيوم بالنيترونات، وقد اكتشفه العلماء في شظايا اختبار القنبلة الهيدروجينية الأولى. وقد أعطي هذا العنصر الاسم نسبة لاسم ألبرت أينشتاين، ولأنه عنصر حديث فهو لا يتناول استعمالات معروفة حتى الآن. اكتشف عنصر الأينشتاينيوم لأول مرة عام 1952 تحت فريق أشرف عليه ألبرت جيورسو في جامعة بيركلي، وفريق آخر يرأسه تشوبين في معمل لوس ألاموس الوطني، وقد كان كلاهما يفحص شظايا القنبلة الهيدروجينية الأولى. وقد اكتشفوا نظير الأينشتاينيوم 253 وعمره قصير نسبياً، إذ يبلغ عمره الإشعاعي 20 يوماً، والذي جعل بواسطة اندماج نووي 15 نيوتروناً مع نظير اليورانيوم 238. تم كتم هذه الاكتشافات حتى عام 1955 بسبب توترات الحرب الباردة. واستطاع العلماء إنتاج الأينشتاينيوم لأول مرة في المختبر عام 1954، وينتج أحد نظائر الأينشتاينيوم وله عدد كتلي يساوي 253 وعمره الإشعاعي 20 يوماً بكميات ضئيلة في المفاعلات الذرية. وقد استطاع العلماء أيضاً تحضير مركبات الأينشتاينيوم.
قام علماء جامعة كاليفورنيا ومختبر أرجون القومي وكذلك مختبر لوس آلاموس بتسمية هذا العنصر بهذا الاسم تكريماً للعالم ألبرت أينشتاين. اكتشف هذا العنصر في مخلفات انفجار قنبلة هيدروجينية قاموا بتجربتها عام 1952. وقد قام العلماء بجمع هذه المخلفات من الهواء على ورق ترشيح محمول بطائرات متحكم بها بموجات الراديو اللاسلكية خوفاً من تعرض العلماء للإشعاعات الصادرة منه. وكذلك من المخلفات التي سقطت على جزيرة مرجانية قريبة من موقع الانفجار. تكون هذا العنصر عندما اصطدم عدد كبير من النيوترونات الناتجة عن الانفجار بذرات من اليورانيوم 238 واندمج مع نواتها. وقد تكون في الوقت نفسه عنصر الفروميوم وهو العنصر رقم 100 في الجدول الدوري للعناصر.